السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. قتل رأس المهاجم الأرجنتيني الراحل إيميليانو سالا أثناء تشييع جنازته. المهاجم الأرجنتيني الذي قضى في تحطم طائرة صغيرة كان على متنها في بحر المانش الشهر الماضي نقل جثمانه إلى الأرجنتين يوم الجمعة، حيث سبقت مراسم الجنازة وقفة لإلقاء النظرة الأخيرة على الجثمان بحضور عائلته وسكان القرية وممثلين لناديي نونت وكارديف. وصف